لو كان آخر رمضان في حياتك كيف تستقبله؟ ده آخر رمضان في حياتك، رمضان ودع. من صفات أهل الفطنة إن الإنسان دايما يبقى فاكر إن هو في أي لحظة ممكن يلقى الله سبحانه وتعالى. رمضان بالنسبة لنا مغفرة الذنوب كلها. المفروض إن كل رمضان المفروض يبقى رمضان مودع. كيف تعيشه؟ كل صلاة بتصليها تبقى صلاة مودع عشان تبقى صح، كل سجدة بتسجدها سجدة مودع عشان تبقى صح. كيف تغتنم كل أوقاته؟ عامل خط سير لرمضان، يعني عامل خطة رمضان، عامل خطة لبعد رمضان، والله في ورقة خطة بعد رمضان. السلام النفسي، السكين، الطمأنينة. يا عبادي إنما هي أعمال. لقاء خاص مع الدكتور حازم شومان والشيخ أحمد جلال والشيخ محمد مصطفى أبي بسطام، الثلاثاء في 9 مساء بتوقيت القاهرة، حصريا على شاشة الندى.